السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. الرحمن فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يتابعوننا وكذا الأخوات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث إن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه ويهوي بها في النار أبعد من الثريا. لا يصح بهذا اللفظ، إنما ثبت: ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، والله أعلم. سؤال عن قسوة القلب والحاجات الغريبة اللي بتحصل دي. أم ترمي أولادها في البحر، أظنها مريضة عقليا، أظن عقلها به خلل، أظن أن عقلها به خلل. أما قسوة القلب فبالاستغفار والإكثار منه. أخي صار معه حادث ليس لي تحقيق كتاب بلوغ المرام، ولكن قد أكون راجعته لبعض الإخوة. كيف أتعامل مع العائلة وهم يحتفلون بعيد ميلاد النبي بشراء الأطفال ملابس؟ ما يعني ما شأنك بهم؟ يعني يمكن تفادي أي مشكلة، الحمد لله. مش فاهم، عندما يقومون برسومات ساخرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدين، نجد الناس بين من لا يبالي ومن يقطع الرؤوس. ما التصرف الصحيح؟ عموما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس بمستغرب أن يقوم كافر بتمزيق مصحف أو بسب رب العباد سبحانه وتعالى. ليس بغريب على الكفار أن يفعلوا ذلك، ليس هذا بغريب على الكفار. الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة. دعاء الاستخارة كنت أقوله بآخر سجدة من ركعتين، هل يصح؟ الصحيح أنه بعد التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وهذا يقتضي الترتيب مع التراخي. أرسلت لأخي لعمل إجازة عملها وضيع الوصل من يعيد الدفع مرة أخرى؟ أنا أم هو؟ إذا كان قصر يتحمل الإتلاف، إذا لم يكن قصر فتغفري له لأنه متطوع. حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عن البطن ضعيف. حكم من استيقظ وراء منيا على ملابسه ولكنه لم يحتلم، عليه الغسل، لأن العبرة برؤية المني ليس بالرؤية المنامية.
لأن أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يا رسول الله، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هل يجوز أن يقترض من البنك لشراء السيارة؟ لا يجوز، ربا. الله يفتح علينا وعليك وبارك فيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ثابت صحيح؟ نعم. كيف التفريق بين الواجب والمستحب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر على الوجوب إلا إذا صرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وكذا قال كثير من العلماء في أحاديث الفضائل والآداب: إن الأوامر فيها على الاستحباب، والله أعلم. هل واجب الاغتسال يوم الجمعة للبالغ؟ يستحب له ذلك. أما حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فهذا الحديث ليس المراد بالوجوب هنا الوجوب الاصطلاحي الذي إذا فعله الشخص يثاب وإذا تركه يعاقب، إنما الوجوب بمعنى حق. ودل على الاستحباب حديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. أيضا دل عليه بعض الرواية، بعض الطرق في بعض حديث: من توضأ في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم استمع وأنصت ثم صلى مع الناس غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فقوله من توضأ في بيته دال على الاستحباب، ليس على لا عفوا يدل على عدم وجوب الغسل، والله أعلم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حديث ثابت صحيح. الجميع شباب لكن سيدا شباب الجنة سيدا من مات من الشباب، والله أعلم. كيف شقق حكم شقق الإسكان الاجتماعي لا تشتريها، فإن بشروطها شروط ربوية. كم من الوقت تطلق المرأة من زوجها بعد غياب؟ القاضي ينظر في هذا الأمر، إن أثبتت الضرر طلقها القاضي ولو كانت المدة قصيرة. صحة حديث أن النبي رأى رجلا يصلي وفي ظهره قدر لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة. لا يثبت عن النبي مرفوعا، إنما ورد عن عمر من قوله. الرواية المرفوعة معلولة والصواب أنها من قول عمر. كيفية قضاء الصلوات الفائتة من 10 سنين على الوجه المتيسر لك؟ هل يأثم من يرفض هدية قدمت له؟ لا يأثم، ولكن يكره له ذلك إلا إذا كانت هناك علة دعته إلى ترك الهدية. صح لطالب العلم في زمن الفتن، وما حكم طلب العلم على شيخ لا حيل بيننا وبينه؟ لا تفعلي بارك الله فيك، لا تفعلي بارك الله فيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. امرأة تقوم بتنظيف المساجد ومع جائحة الكورونا منعت، هل يكتب لها الأجر والثواب؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ما حكم التنقيب عن الذهب من دون رخصة من ولي الأمر؟ نختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. امرأة تقوم هل يجوز أن أحب شخصا أكثر من نفسي؟ نعم، يجوز أن تحب رسول الله أكثر من نفسك. عليه الصلاة والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فجاء عمر قال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب زمنا وجاء وقال: والله الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر.
هل السنة كلام الله لأنها وحي من الله؟ لا، السنة كلام رسول الله لكنهما ينطق عن الهوى. أختار قول العلماء القائلين بوجوب النقاب. حديث النجوب أمنة السماء، فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد، صحيح وفي صحيح مسلم. اللون الأسود في النقاب ليس بفرض. حديث إذا استجمر أحدكم فليوتر، ثابت صحيح. حكم ضرب السمك على رأسه أثناء الصيد لقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، والله أعلم. حكم قراءة القرآن أثناء الحيض من المصحف، لا مانع، لكن تمسي المصحف بحائل، مسك المصحف بحائل بالقفاز ونحوه. كتب العقيدة التي ننصح بها على حسب سنك ومستواك. هناك الكتاب مختصر العقيدة الطحوية ومختصر معارج القبول، وقبل ذلك هناك أصول الاعتقاد للالكائي، ولذلك كتب كثيرة في التوحيد، توحيد الصفات كابن خزيمة بارك الله فيك. ولنا كتاب في عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى مجلد اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه إن شئت. حكم تقصير اللحية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نحتاج مراجعة تحقيق الأحاديث القدسية. نعم، نحتاج ذلك مرة أخرى إن شاء الله، ونحن بصدد ذلك بإذن الله. زوجي غير اسم ابني من عبد الله إلى محمد، ولم سمع حديث حب الأسماء، عايز رجعه تاني، هل يجوز؟ نعم يجوز. معنى لإيلاف قريش إيلافهم، المعنى لتأليف قلوب القرشيين مع بعضهم، أو للتأليف بين القرشيين لتأليفهم. جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف، يسافروا فيسافروا وتتألف القلوب أثناء السفر. إذا طارت المرأة قبل الظهر بوقت يسير، هل عليها أن تصلي الفجر؟ لا. هل تصلي من مات جنينها ذو 3 أشهر وخرج دم فقط ولم ينزل بعد الجنين؟ إذا كان الدم النازل دم نفاس، تنتظر حتى ينقطع هذا الدم وتنظر ماذا يصنع المولود. المولود الجنين ميت في بطنها. هل يجوز لعن أولياء الأمور؟ وأتمنى أن توجه للشيخ بسام جرار لأنه كثير اللعن. ما أعرف الشيخ بسام جرار ولا أعرف كسائلي. نعم. حكم الدبلة للمخطوبة. لم تكن الدبلة كشعيرة من شعائر الزواج موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب عليها اسم الزوجة واسم الزوج، لم يكن هذا بموجود. صحة حديث إذا ذهب أحدكم إلى الغد فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. بهذا اللفظ فيه كلام، لكن المعنى يصح، وليس الاقتصار على ثلاث، لكن إذا استجمر أحدكم فليوتر هو الثابت الصحيح. لا، الضرائب ليست مكوس، الضرائب أخذ أموال، المكوس قطع الطرق ولا تمر إلا إذا تدفع. يعني مش ليست من المكوس، قالوا هذا المكوس يأخذها الناس لأنفسهم رؤساء القبائل قطاع الطرق، لكن هذه بترجع في الدولة مرة ثانية، لكن لا نستطيع أن نطلق عليها مكوس. لا يجوز شراء الذهب بالآجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. ماذا يفعل من فاتت عليه صلوات؟ يقضيها على الوجه المتيسر له. هل يجب تعلم مذهب؟ لا يجب تعلم مذهب. حكم من صلى بالناس وثلاث آيات وسجد قبل السلام، يعني مش فاهم سجد قبل السلام يعني.
من عبد عفوا من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بالمثل ثابت صحيح. قراءة القرآن لغير الحائض لازم بوضوء ولا عادي من غير وضوء؟ عادي من غير وضوء لأن الوضوء أفضل، أما عادي من غير وضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من الليل فقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران ثم دخل في الصلاة ثم ذهب وتوضأ. هل يجوز قضاء الضحى بعد الظهر؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها تؤيد ذلك. حكم رسم الأشخاص، لا ترسم ذوات الأرواح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المصورون إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ما صيغة ذبح العقيقة؟ الله أكبر، والنية محلها القلب. حكم تني البنطلون أثناء الصلاة كذا يعني أو تني البنطلون من أسفل. الحديث الذي في الباب ما أمرت أن أكف ثوبا ولا شعرا، أو أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. الكف تثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن يكره. هل إن قرأت القرآن من المصحف دون وضوء أجر أم لا؟ قرأت القرآن من المصحف دون وضوء قلنا يجوز إبطال السحر بالدعاء وقراءة المعوذات على نفسك. ألق نفسك أكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله. إذا كنت أصلي السنة ودخل ما أحد على أني أصلي فرض وكنت الإمام ماذا أفعل؟ امشي في سنتك كما أنت ماشي. النوم على سطح المنزل لا بأس، لكن احذر أن يكون ليس للمنزل سور وأنت تتقلب دائما وأنت نائم، فمن الممكن أن تقوم وبك نوم وتمشي تسقط على السطح. انتبه، كنت أصلي السنة عفوا سبب الانتكاس كل شوية، استغفر الله في أن الذنوب سبب للانتكاس. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتبه لدينك. حكم قطع شخص المماطلة 3 سنوات في مال اقترضه لأجل وأخلف كعرقوب. أعطي حق السلام، احتج كلام يصبر أهل الميت. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قال عمر نعمة الأدلان ونعمة العلاوة. ما معنى ذلك؟ إذا قلت إنا لله عليك صلوات من الله، إن إليه راجعون عليك رحمة من الله، فوق ذلك الهداية من الله أولئك هم المهتدون. فعمر يقول نعم الأدلان ونعمة الألاو، يعني الجمل له جانب هنا وجانب هنا، وعلى ذروة السنام شيء الألاو. فإذا قلت إن لله وإن إليه راجعون مقابلها صلوات من ربهم ورحمة وتفضل من الله الهداية التي العلاوة التي على ذروة سنام الجمل. بحكم العمل في شركة كمندوب مناديل وتستخدم اسم مناديل فاين، بحكم المال المكتسب منها لا بأس بذلك. ما معنى ورفعنا فوقهم الطور؟ الجبل الطور رفعه الله، رفع جبل الطور وهم تحته هددوا بأن ينزل عليهم الجبل، هذه من المعجزات. ورفعنا فوقهم الطور
قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. نعم هذا رفع الطور بسلعة بسعر معين يختلف، إذا كان بيعها بالآجل لا بأس بذلك، إذا كنت أنت تمتلك السلعة بها كيف تشاء. لا تنوحي يا نائحة إن النياحة كبيرة من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. حكم الحساب الجاري حفاظا على الأموال من التلف والسرقة لا بأس. رؤية الصحابي تكفي ليكون تابعيا أم يشترط السماع؟ رؤية الصحابي تكفي الرؤية ليكون تابعيا، لكن مسألة السماع من عدمه مسألة أخرى. أم مات اليوم رزقه الله الخاتمة الحسنة، الله يرحمه رحمة واسعة، وأمواتنا وأموات المسلمين. نعم الإدام الخل سنده يثبت، لكن أخذ على، أرجو أن تراجع كتاب الهروي على الأحاديث في صحيح مسلم. رجل أعطى لرجل مال زكاة وقال أعطيه لجيرانك الفقراء، ومن تريد أعطاه له والثاني محتاج، هل يجوز أن يأخذه لنفسه؟ مشكلة. أو من تريد إعطاءه يأخذ جزء ويعطي الجيران جزء. لا إله إلا الله. هل يجوز التعامل مع شركات البيع بالتقسيط التي تحدد الزيادة وقيمة القسط على حسب طول مدة السداد؟ لا بأس، لأنها كلها عروض. حكم البدء بالكبير بدل اليمين عملا بحديث توقيره تسليما وتقديما له في الدخول والخروج، هذا لا بأس به إلا إذا كان الطالب شخصا أصغر سنا فهو الذي طلب فتعطيه ثم يدور عن اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم في كام؟ ليس هناك ما يفيد ذلك كسنة فعلية. حكم العيش في بلاد الغرب إذا كنت تأمن على نفسك وعلى دينك وعلى ذريتك فلا بأس بالإقامة هنالك، أما إذا كنت لا تأمن على نفسك ولا على دينك ولا على أبنائك ولا تستطيع إقامة دينك لا يجوز. الدعاء للميت عند القبر سرا أم جهرا؟ سرا، لم يرد أن النبي جهر بالدعاء. هل يمكن لشخص في عصرنا أن يعرف إذا كان من أهل البيت؟ يجوز، هؤلاء لهم رابطة معروفون بها يعرف بعضهم بعضا. بيع السلعة بضعف ثمنها لا بأس ما لم يكن غشا. القنوت في صلاة الفجر فيه أكثر من قول للعلماء، وعند النوازل يشرع يستحب يشرع عند النوازل. سوري مقيم في ضميات، ضميات هل من سبيل؟ زرنا حبك الله. نعم. هل الذهب الذي ترتديه المرأة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة؟ حكم الاحتفال بحكم القنوت عفوا. الواحد اللي عاقل أمه، مش فاهم، حرك السؤال، يحدد السؤال الخطوط. قول الشافعي من أراد العلا هجر القرى، كلام غير دقيق ولا صحيح، وكثيرا ما ينسبون إلى الشافعي أقوالا لم يقلها. ثم من اسم القرية يطلق القرية على المدينة، القرية مجموعة البيوت المستقرة سواء كانت قرية باصطلاحنا أو كانت مدينة، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها من قرى مكة. وأيضا قال تعالى في شأن موسى عليه السلام والخضر، في شأن موسى عليه السلام مع الخضر: حتى إذا أتيا قرية استطعم أهلها، وفي النهاية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فهما مدينة وقرية واحد. امرأة تريد عملية تجميل في بطنها لأنها بجد شكلها صعب،
وبتقول لي جوزها طول الوقت يضايقها في الموضوع ده. هاي هي قبل كده عملت عملية وكان هو مرحب بكده، وإذا تعرف هل حلال أم حرام أن تتعرض لطبيب تجميل لا تخلع ملابسها كاملة أمامه، هل تعملها أو لا؟ لا تعملها، لا تعملها. ما حكم الشرع في أن الرجل يروح جيم المدربة بتاعته امرأة؟ رجل مدربته امرأة والجيم نفسه فيه ستات ورجالة، لا يجوز لذلك. ويقول لامرأتي اعمل ايه كل الجيمات هنا كده، لا يذهب، لا يذهب هذا الرجل به شيء من الفسق والعياذ بالله. حرك حكم شراء منزل عن طريق التمويل العقاري عن طريق البنك لا يجوز، هذا ربا. كيف نتخلص من وسواس انتقال النجاسات؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزم سنة النبي الأمين. زوجتي صوتها مرتفع باستمرار، ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يصلحها لك، أصلحنا له زوجة. حكم الوصف بكلمة عظيم؟ لا بأس، وقد قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم. أفضل الطريقة لدخول الفردوس أنا والأسرة كلها، أفضل طريقة اتباع الكتاب والسنة، أفضل طريقة اختصارا. ما حكم من صلى بالناس وأسر في ثلاث آيات من الفاتحة سجد قبل السلام؟ سهوا يعني ولا إيه؟ مش فاهم. الصلاة صحيحة، لا يجوز لك أن تبيع الصليب ولا أن تشتريه. ما الحكم في ضرب الأطفال وحبسهم من أجل حفظ القرآن؟ لا تشدد، لا تشدد ضرب شيء خفيف، الله يكرمك. حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يصح. نعم. حكم إزالة شعر الإبط للرجال بكريم؟ إزالة الشعر لا بأس، لكن نتف أولى. شعر عملة أجنبية تباع، عفوا. منافق نفاق أكبر. هل له توبة؟ نعم له توبة بلا شك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هل قراءة الفاتحة في صلاة تلزم الإمام قراءتها بالتجويد حتى لو كان من العامة؟ يستحب له أن يجود، لكن إذا لم يجود الصلاة صحيحة. كيف نتلف أوراق وكتب بها اسم الله تحرقها؟ حذرنا الله من عقوق الأم، وكيف بالأم التي تفرق بين الأبناء؟ هي ظالمة لكن أدي لها حقها واسأل الله الذي لك. أفضل ما يقال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إن نكتبها لمرشح انتخابات، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تكتبها. فتحنا لك فتحا مبينا، قضينا لك قضاء واضحا موضحا أنك على الحق المبين. هذه كان في صلح الحديبية. أما مرشح الانتخابات هؤلاء في الغالب أكثرهم لا يكادون يعقلون، يقبلون على شيء خطر عليهم في آخرتهم أشد الخطر، لهم مستأمنون على أناس ولن يؤدوا الأمانات، يبذلون من أموالهم ملايين ملايين وبعدها يأخذونها ملايين من الحرام، يبذلون من أموالهم ملايين ويأخذونها من الحرام إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. حتى هم مسؤولون عن الرعاية ولا يلتفتون للرعاية. حكم السباحة وكرة القدم للأولاد؟ أما السباحة فلا بأس بها يستحب، وكرة القدم إن لم يغل فيها فلا بأس، إن أوغل فيها الإغال المستفز أو الإغال المضيع للوقت والجهد والمال فلا. لو قدم شبكة واشترى العفش وكتبه في قائمة للزوجة ولم يدفع جنيه المقدم في العقد إذ لم يطالبه به أحد. ثانية
رجل قدم شبكة واشترى العفش وكتبه في قائمة للزوجة ولم يدفع جنيه المقدم، فالعقد لم يطالبه به أحد. العقد صحيح عليه جنيه، عليه جنيه، وكتب في القسيمة المهر المسمى بيننا جنيه واحد مقدم وخمسين ألف مؤخر، والذهب 100 جرام، دفع الذهب وكتب المؤخر وما دفعش الجنيه المقدم، يدفعه. القرض المدعوم ربا ولو كان الربا قليلا جدا فهو حرام. نعم يا صاحبي. بسم الله. أقرضت رجلا مالا ولم يستطع السداد، ما جزاء عند الله إن عفوت له عن مالي؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هل يجوز أن أقول بين السجدتين ربي اغفر لي ولي والدي؟ هو ليس بوارد عن رسول الله ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لكن إذا قلت غيرها جوزه بعض العلماء. حكم السفر للعمل والتجارة والتعليم في الدولة اليهودية: إذا كنت ستعينها على باطلها ضد المسلمين لا يجوز، أما مجرد البيع والشراء مع الكفار جائز. البيع والشراء والتعلم عند الكفار جائز ما لم تضر بالمسلمين، ما لم يكن العمل نفسه حراما، ما لم يمتهن دينك. انتبه، شخص دفع مبلغا كبيرا لتأسيس شركة سياحة، هل هذا على المال زكاة؟ لا. حكما أمر الأئمة بتخصيص كل اثنين في صلاة المغرب بالقنوت بسبب نازلة الكورونا، من الذي أمرهم؟ يعني إذا أمرهم كبيرهم يعني إمام بلدهم فلا بأس، ينفع السباحة الموجودة حاليا، ينفع السباحة الموجودة؟ هل نترك الناس يغرقون؟ لا. حكم مس المصحف دون وضوء جائز، والنبي أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فمؤول، لكن أصالة فهو مرسل لا يثبت.